السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقه بنشارك معكم وصفه طبيعيه، وصفه البطاطس والجبن للتسمين السريع والزياده في الوزن. وصفه معروفه، هذه الوصفه دي غادي تساعدك اختي باش تخلصي من النحافه، هذا المشكل هذا اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس سواء الكبار ولا الصغار. هذه الوصفه هذه ناجحه 100%، ما عليكم غير تجربوها. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هذه الوصفه ديال اليوم هي وصفه امنه وصحيه، وكتزيد في الوزن بشكل طبيعي، وكتعطي النتيجه ديالتها فواحد المده قصيره بزاف. طبيعي الحال اختي الى عاونتي هذه الوصفه بتغذيه تكون صحيه ومتوازنه، والحاله النفسيه تكون مستقره. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا اخواتي، غادي نحتاجوا جوج بطاطس يكون الحجم ديالهم متوسط. انا سبق لي حضرت هذه البطاطس، غادي تاخذي اختي حبه بطاطس يكون الحجم ديالها متوسط، ما كبيره ما صغيره، وغادي اختي تسلقيهم في الماء. في المكون الثاني غادي نحتاجوا الجبن، اي نوع من الجبن متوفر عندك اختي غادي تستعملي في هذه الوصفه. اللي ما بغاتش تدير الجبن في هذه الوصفه، ممكن اختي تعوضي هذا الجبن هذا بيضه وحده مسلوقه. وغادي نحتاجوا في المكون الثالث الزبده، غادي تحتاجي اختي غير معلقه صغيره من الزبده. اللي ما بغاتش تستعمل عاوتاني الزبده، غادي تعوضيها اختي بالجبن المربع، هذاك الجبن اللي كنديروا في الساندويش معروف، الجبن المربع اللي كيكون على شكل شرائح. غادي تاخذي اختي شريحه واحده من هذاك الجبن، وغادي نحتاجوا عاوتاني معلقه كبيره من زيت الزيتون وشويه من الكمون، وغادي تخلطي اختي المكونات كلهم مزيان. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه، اسهل ما يكون غادي تحضري اختي هذه الوصفه هذه جوج مرات في اليوم، مره في الصباح مره في المساء بنفس الكميات. ما غاديش اختي تحضري غير مره واحده وتقسمي الكميه على جوج مرات، لا، غادي تحضري هذه الوصفه هذه من جديد في المساء بنفس الكميه والمقادير، جوج حبات من البطاطس يكون الحجم ديالهم متوسط، غادي تسلقيهم اختي. وغادي تحتاجي عاوتاني قلت لك قطعه واحده من الجبن اي نوع متوفر عندك، ولا بيضه واحده مسلوقه، ومعلقه صغيره من الزبده، معلقه كبيره من زيت الزيتون، وشويه من الكمون. اللي بغى يضيف عاوتاني شويه من الملح على حسب ذوق كل واحد، لكم الاختيار. واللي بغات تضيف شويه من البودره ديال الزعتر، المكون ديال الزعتر كيفتح الشهيه، غير خاصك اختي تخلطي المكونات مزيان حتى يندمجوا. هاد الوصفه هذه غادي تناوليها مره من بعد وجبه الافطار، وتعاودي تحضري عاوتاني في المساء وتناوليها قبل النوم. وغادي تلاحظي اختي النتيجه ديال هذه الوصفه هذه، غير خاص ما يكون عندك حتى شي مشكل صحي باش هذه الوصفه هذه غادي تعطيك النتيجه ديالتها. كوني اختي متاكده من بعد مرور جوج ديال الاسابيع غادي تلاحظي زياده في الوزن ديالك بشكل طبيعي. اللي ما بغاتش دير المكون ديال الزعتر في هذه الوصفه، ماشي مشكل اختي، ممكن تستغني عليه، غادي ديري غير المكون ديال الملح باش تنسمي هذه الوصفه هذه. كما شفتوا معايا اخواتي هذه الوصفه هذه يمكن لاي واحد يجربها ويتناولها، من غير الناس اللي كيعانيوا من حساسيه من هاد المكونات، ولا المراه الحامل، ولا الناس اللي كيعانيوا من امراض مزمنه. هاد الناس هادو ضروري ديما يستشروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا اي وصفه طبيعيه كيف ما كانت، وديما النتيجه ديال الوصفات الطبيعيه كتختلف من شخص لاخر. الوصفه اختي الا كنتي بغيتي ديريها للطفل ديالك، غادي تداومي ليه عليها، بالخصوص الاطفال اللي ما تيبغيوش يتناولوا الماكله بزاف. هاد الوصفه هذه غادي تنفعهم بزاف، وغادي تزيد لهم في الوزن ديالهم، وفي نفس الوقت غادي تفتح لهم الشهيه للاكل. هاد الوصفه هذه فعاله، وغادي تزيد لك في الوزن ديالك سواء لك ولا حتى للطفل ديالك. بالنسبه للشخص البالغ حتى هو هاد الوصفه مزيانه ليه، وكتزيد في الوزن من غير اختي الا كان عند الشخص هذا شي مشكل صحي اللي غادي منه يستافد من هذه الوصفه. وكان المهم هذه الوصفه هذه لاي شخص كيعاني من هذا المشكل ديال النحافه، واللي في نفس الوقت ما عنده حتى شي مشكل صحي اللي غادي يمنعو باش يستافد من هذه الوصفه. كيما شفتوا معايا اخواتي كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى منكم تجربوها وتعطوا لي نتائج ديال هذه الوصفه هذه في قناه التعليقات باش تعم الفائده. وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، اللي عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى، والى اللقاء.